دكتور حيدر، اتفقتوا انه باكر ايضا اخذكم ساعه بعد المحاضره بال 11 ونص حتى نعوض المختبرات اللي فاتتنا. واضح الكلام طلاب شباب؟ واضح دكتور. اوكي نبدي هسه ان شاء الله. نعم نبدي بالمختبر الاول، او المختبر هو عاده راح يكون تمهيد للمختبرات اللي راح تجينا بعدين. بما انه احنا كطلاب او كاساتذه او اي ستاف ممبر انه راح ندخل لنا مختبر، فاكو في السيفتي بروكوشنز او سيفتي ستيبس لازم نتبعها. اول شيء وي شود نو اول فريش سبيسيمنز شولد بي هاندلد كيرفولي. اي سامبل يجيني سواء يورين، ستول، سبيوتام، سي اس اف، تيشو، لازم اتعامل وياه بحذر، لانه اي سامبل قد يكون هو في potential source of infectious material، قد يكون ببكتيريا، قد يكون بفيروس، بفانجاي، بباراسايت، فلا بد انه نتعامل مع السامبل بحذر وان كون بقدر الامكان يعني ماخذين الاحتياطات. يعني شنو هاي الاحتياطات اللي لازم safety precautions، شنو هي اللي لازم انا اخذها؟ اول شيء لازم عندي proper labeling of fixative. اذا احضيف ماده مثبته هذه للعينه لابد ان اعطيها ليبل معين. عندي specific area designed for specimen handling، يعني عندي مكان اشتغل به اللي هو عاده usually هو biological safety cabinet، عندنا كابينت خاصه الشخص اللي يتعامل مع هاي العينه يقعد بهذا المكان بهاي الكابينت يشتغل بها. وهاي طبعا نحتاجها في حاله مثلا اذا عندنا فد سامبل احنا تنشك به فد باراسايت او فايرال او بكتيريا تكون هاي انفكشن. هسه مثلا ما عندنا احنا هسه مثلا عندنا قبل فتره الايبولا، قبل هسه حاليا عندنا الكورونا، فهذه طبعا يكون الشغل بكابينت مخصصه لهذا العمل. طبعا عندنا السنترفيوج، لازم عندنا تيوبات خاصه، عندنا أماكن خاصة إن أنا بعد ما أكمل العمل مالتي أنا وين أذب هاي السامبلات مالتي. أهم نقطة أنا أحب أركز عليها اللي أعتقد إنه أنتوا أغلبكم داخلين مختبرات وشايفيها، إنه في نفس مكان عمله يقعد هو يأكل يشرب يدخن. طبعا هذا خطأ، هاي تكون مفروض بأماكن منفصلة عن أماكن العمل مالتي، هذا أهم شيء. نيجي هسه الى انه اني شنو التست اللي اقدر اسويها، يعني اني بالمختبر يجيني بيشنت كيف ياخذ له التحليل؟ لا، لازم اعتمد على انه الطبيب شنو التحاليل اللي هو طالبها. شايفين مرات من تروحون للمختبر ابو المختبر يعني يعطيك سوي فلان تحليل وسوي فلان تحليل، هذا ما يجوز، لابد ان يكون التحليل استنادا الى انه هو الطبيب طبعا فحص شاف فد كلينيكال بيكتشر، شاف ساين سيمتومز معينه، استنادا الها راح يطلب هذا التحليل. فاحنا نحاول قدر الامكان ان نتقيد بالتعليمات انه الطبيب شنو اللي طالب التحليل اللي هو المفروض ان نتبعه. إذا جينا إلى البرنسيبل لابراتوري دايجنوسيس هي ذا سيم فروم ذا بكتيريا فايرال، لكن اكو اختلافات عن التيست اللي نسويها للباراسايت. أول الاختلاف إنه بالنسبة للبكتيريا والفيروسز عندنا الايزوليشن وديتكشن للأنتي بادي يكون في الطريقة جدا مهمة بالبكتيريولوجي والفيرولوجي. هذه الطريقة هي less importance in parasitology. ليش؟ احنا بالباراسيتولوجي هسه بالخطوه الثانيه راح نلاحظ انه الباراسايت حجمه كبير في اغلب الاحيان، يعني حيكون هو بالمايكرونات، حتى اذا بالمايكرون فوق بالمايكرونات حجمه كبير. فبالتالي عاده احنا من نريد نشخص الباراسايت في اغلب الاحيان نعتمد على المورفولوجيز المورفولوجيكال ستراكشر، نعتمد على الشيب مالت الباراسايت اكثر مما انه نعتمد على تحليل الانتيبادي. ليش ما نعتمد الانتيبادي بالباراسايت؟ عندنا مثل ما قلنا الباراسايت هو مالتي سيلولار وقسمهما يوني سيلولار. المالتي سيلولار عندها فت كومبلكس انتيجينيك ستراكشر، الانتيجينيك ستراكشر مالته يكون مختلف، اضافه لان عندنا بالباراسايت ما نسميه بالانتيجينيك فاريشن
الباراسايت كل فترة يغير الغلاف الجيني اللي مغطي نفسه به. فبالتالي أيضا عندنا الكروس رياكشن في بعض الأحيان، عندنا مثلا ما بين الهوك وورم، أخذتوها الهوك وورم ويا الفيليريا اللي اعطيتكم اياها الاسبوع الماضي، منها ممكن ان يتداخلون، اكو كروس رياكشن بيناتهم. فبالتالي انه احنا السيرولوجي او الانتيجين ديتكشن يكون في ليميتد فاليو عندنا بالباراسايت. الباراسايت بصورة عامة من الممكن أن نسوي له كلتشر، ومن الممكن أن يصير عندنا كلتشر ممكن أن نشوفه باللاب. لكن شنو مشكلته؟ مشكلته أنه السنسيتيفيتي مالته قليلة، إضافة إلى أنه إحنا حتى نسوي كلتشر للباراسايت أنتو بكتيريا أخذتو، من البكتيريا ممكن تزرعوها بعد كم يوم تشوفوها، من يتذكر لو ما زرعتوا وسويتوا كلتشر للبكتيريا على الاجر وعلى النيوترينت بلاد نيوترينت والبلاد اجر؟ دكتور اقل من الاسبوع تشوفوها ثاني يوم، بس انتم لين اسبوع لانه كطلاب. عاده البكتيريا اذا نزرعها اليوم ثاني يوم او بعد 72 ساعه من الممكن ان نشوفها. الباراسايت لا، يحتاج لنا فتره بحدود more than 10 days، مرات نبقى نسوي follow up about month، شهر كامل نبدي نسوي follow up للكلتشر حتى نقدر نقول هذا positive or negative. طبعا هذا مو بصالح البيشنت، احنا عند البيشنت عنده حالة مرضية يريد نعطيه treatment مستعجلين، فمو مال اني انتظر الكلتشر. فاذا اللي يهمنا انه احنا بالباراسايتولوجي الدايجنوستيز راح يعتمد على المورفولوجيكال دايجنوستيز. Diagnosis راح يكون عندنا بالمورفولوجي by two steps. First step هي detection والفرصة الثانية هي identification. شنو الفرق بين أنه detection وbetween identification؟ في البداية أنا أحددها لأنه هذا البيشنت عنده باراسايت، شفنا فتشي هو باراسايت، شكله مال باراسايت، حجمه زين. مثلا الطبيب يدز لي فد سامبل يقول لي suspected مثلا من البكتيريا اللي انتو اخذتوها، خلينا نقول من الباراسايت اللي اخذتوها، خلينا نقول suspected hook worm زين. فاني احط في بالي انه اني لازم بما انه عينة stool sample اني شو اتوقع من hook worm، لازم اتوقع انه اني راح اشوف الايج. اول شيء شفت الايج موجودة بالستول، هذا سويت الديتكشن. تجي الخطوة التالية انه لازم افرق، اسوي تفريق identification، افرق الهوك وورم مثلا عن السترونجولويدز. ذا تذكرون بالمحاضرة انهم يكونون متشابهين بالمورفولوجي، فشون نفرق هاي عن هاي؟ فاذا المورفولوجيكال دايجنوستيز بالباراسايتولوجي يكون على باي تو ستيبس، ديتكشن اند ايدنتيفيكيشن. لحد هنا كلامنا واضح شباب؟ زين. أكبر عينة نستخدمها بالباراسيتولوجي هو الستول. أغلب الباراسيتيك ديزيز هي موجودة بالدايجستيف سيستم، طبعا أكو اللي موجودة بالبلاد أخذناها إذا تتذكرون، اللي موجودة بالتشو، اللي موجودة بالسبيوتام، كلها هسه راح نمر عليها ونشوف شلون نفحصها. لكن احنا بالدرجة الأساس والميجوريتي مال الشغل مالتنا هو يكون الستول اكزامينيشن. طبعا حتى اسوي ستول اكزامينيشن لازم عندي خطوات قبل ما اسوي الاكزامينيشن. اول خطوه فيكال سبيسمن شود بي كولكتد ان ادراي كلين ليك بروف كونتينر. لازم الكونتينر يكون نظيف جاف، يعني لا بي مي لا بي كحول، مرات اكو قسم يعقمون بالكحول، ويكون الغلاف مالت الكونتينر يعني مسدود بطريقه محكمه. نتأكد إنه العينة اللي جايتنا ما بيها يورين، no urine, no water, no soil, no other materials. طبعاً هاي المشكلة تواجهكم مش وقت من يكون العينة تناخذها من طفل، يكون بصعوبة أن نحصل على stool sample pure، لأن تعرفون الطفل والحفاظة والهاي استعمالات، فتكون شوية بيها إشكال في أن نحصل على العينة من هذا الطفل. أزين. Stool sample should be examined immediately. يعني أول ما يجيني السامبل لازم أحاول أن أفحصه. ليش؟ لأنه قسم من الباراسايت المورفولوجي مالتها خلال لحظات أو دقائق من الممكن أن يتغير.
يعني من الممكن أن الباراسايت يتحول لي من الرابديتي فورم إلى الفيلاري فورم خلال أقل من نص ساعة أو 10 دقائق. فبالتالي should be examined immediately. قسم من الباراسايت يموت، وبالتالي من نجي نسوي الدايجنوسيس ما راح نقدر نميزه عن الوايت بي سي، ما نقدر نميزه عن الابيثيليال سيل اللي ممكن أن تكون موجودة بالستول سامبل. فشود بي examined immediately. إذا اضطرينا أنا مثلا أسد المختبر مالتي بالليل وأريد أطلع وإجاني عينة أو دكتور والله يخليك وشون ما هذه، فبهالحالة شو نسوي للعينة؟ نسوي لها preserved immediately، نحفظها. الحفظ مو أحطها بالثلاجة، مو بالرفرجريتر، هذه النقطة اللي بعدها. إذا حطيتها بالثلاجة بعد ما يفيدني، فقط إذا أريد أسوي أنتيجين تيستينج. لكن أنا إذا أريد أبحث عن باراسايت لابد أن أضيف فد بريزيرفاتيف، فد مادة حافظة. هاي المادة الحافظة إذا أنا أشتغل على كيت، الكيت جاييني من شركة، عادة الشركة هي تجهزك بالمادة الحافظة من عندهم. إذا لا، أنت السول سامبل عادي تسوي له روتين وورك مثل ما قلنا تريد تحفظه. فأما أنا نضيف له 10% فورمالين أو نضيف له بولي فينيل الكهول، وعادة هي النسبة تكون 1:3 من البريزيرفاتيف. قلنا ليش نضيف المواد الحافظة؟ حتى نضمن أن الباراسايت ما راح يتغير شكله، هو الباراسايت راح يموت. أنت مجرد ما راح تضيف له المادة الحافظة هو راح يموت، لكن يبقى محتفظ بالشكل مالته اللي راح يساعدني ثاني يوم أنه أسوي الدايجنوسيس. طبعاً ضفنا مادة حافظة، أيضاً نرجع نغلفها، نتأكد أنه غلفناها. أكو مادة تسمى بالبارافول، أعتقد بالمناعة تعملت بها، هي تكون هاي المادة يغلف بها السامبل، ومن الممكن أن نحطها بالثلاجة ونفحصها ثاني يوم. لكن ما الآني دايركتلي أحطها بالثلاجة قلنا هذا ما يصير، يعني معناته أنه العينة عندي تلفت. طبعاً أنا إذا أريد أخذ stool sample لازم أتأكد إنه البيشنت ما ماخذ بعض المواد، قسم من المواد تتداخل مع النتائج مالتنا، مثلاً بعض الأدوية من الممكن أن تتداخل، المينرال أويل، الأويل ماتيريالز، هذه كلها تتداخل مع النتائج مالتنا. فأما إنه نأخذ العينة قبل ما البيشنت يبدي التريتمنت، وإذا هو جاي وقال لك دكتور أنا صار لي أسبوع ما بقدوه ما أخذته ولحد الآن عندي دياريا، فأنت تقول له توقف هاي الدراجز اللي أنت ماخذها، التريتمنت اللي أنت ماخذها أقل شيء لمدة أسبوع أو 10 أيام، تجيني بعدها من الممكن أن أسوي لك الستول سامبل. واضح؟ لأن قلنا هذه تتداخل مثلا إذا يأخذ أنتيبايوتكس، فبالتالي هو يعني تتداخل بالنتائج مالتنا، فنحاول أن نتبع هذه الخطوات قبل ما نسوي الستول إكزامينيشن. زين، في بعض الأحيان إنه البيشنت يجيك الطبيب كاتب لك إنه هو عنده بلادي دياريا، عنده سيمتومز سسبكتد إن يكون عنده مثلاً أميبياسز، عنده أميبا، تجي أنت تفحص العينة تشوفها نيجاتيف، هل هذا كافي إنه تكتب النتيجة نيجاتيف؟ لا، من المفروض أن تطلب من البيشنت بعد يومين أو 3 أيام يرجع لك حتى مرة ثانية تقدر أن تسوي الفحص. في تلك الحالة إذا طلع بوزيتيف فأنت تعطي النتيجة إلى الطبيب إنه البيشنت suspected to be amoebiasis. ما نكتفي بنتيجة واحدة، وإنما من المفروض أن نعيده خلال الأسبوع 2 إلى 3 مرات حتى نوصل إلى الدايجنوسيز الأكيد. لحد الآن هاي إحنا شو نحكي؟ تنحكي على خطوات قبل ما نسوي الستول examination. كملنا، رتبنا، جينا هسا أريد نفحص الستول. طبعا الستول اللي راح يجينا الكونسستنسي مالته جدا مهمه، يعني هل هو فورمد، هل هو صلب، هل هو سوفت، هل هو لوز، هل هو واتري. هذه من النقاط المهمه اللي لابد ان ننتبه الى شنو العينه اللي جايتنا. نجي الى هذا الدايجرام، يعني ارجو ان تنتبهون وياي. شباب تسمعوني لو انقطع الاتصال؟ واضح، سمعت دكتورة. اسمعوني، شو ماكو تفاعل مع حتى يسأل؟ واضح دكتورة، ما هو المختبر هذا بعد؟ بعد.
ما متعوجين، اوكي ان شاء الله. نيجي الى الستول اكزامينيشن. طبعا انا مسويت لكم اياها بشكل دايجرام افضل مما ان يكون حكي. نبدي من جهة اليسار، دائما نبدي ما نسميه بالماكروسكوبيك. ماكرو يعني اشوفه بعيني المجرده. راح ادور، ادور اول شيء الكونسستنسي، اشوف مثل ما قلنا الستول، هل هو ووتري، هل هو فورمد سيمي سوليد، شنو تشكل الستول اللي جاييني. بعدها ننتبه الى الكلر، لون الستول، هل هو نورمال كلر، هل هو دارك، اذا دارك يعني انا اتوقع ميبلاد مثلا. تلاحظون ايضا نشوف الكومبوزيشن مالتي الستول. الكومبوزيشن ايش راح يفيدني؟ اشوف انه عينه الستول جايتني بيها ميوكس، بيها بلاد. في بعض الاحيان الباراسايت اللي حجمه كبير من الممكن ان نشوفه بالعين المجرده بالماكروسكوبيك بالستول سامبل من يجينا. هذه ان شاء الله من راح نوصل لل نسميها الديدان الشريطية، هاي طولها 3 إلى 4 أمتار، فمن الممكن أن نشوف السيجمنت مالتي الباراسايت موجودة بالعينة من الخارج بدون ما يحتاج أن نسوي الماكروسكوبيك. واضح؟ إذن ندور الكونسيستنسي، ندور الكلر، وندور الكومبوزيشن. هذا بالماكرو. كتبناها للتفاصيل، نتحول إلى الميكروسكوبيك. الميكروسكوبيك يعني معناته شنو؟ أحتاج ميكروسكوب، عندي شريحة. الشريحة أما أن تكون permanent، وهذه طبعاً ما نسويها في أغلب الأحيان، هذه تكون للresearch. إذا أنا عندي بحث أسوي permanent staining. في أغلب الأحيان إحنا هو temporary، اللي هو راح يكون نبدي من الدايركت saline smear. دايركت saline smear هي شنو؟ ناخذ كمية من الفيسز بحدود about 5 ميليغرام، يعني نسوي لها فتك بالعود بالودن ستيك، عندك عودية خشبية تسوي لها فتك، تشيل كمية من السلاين، تحاول إنه مثلاً تشيلها، يعني إذا أكو ستول، إذا أكو ميوكاس، أكو بلاد، تحاول يعني تكون قريب من هذا المكان تأخذها، تحط القطرة بالسلايد، تضيف لها قطرة من السلاين، ميكسينج وكفر سليب. من تنزل الكفر سليب نحاول إنه ما يكون عندنا أربابولز، ما يصير عندنا فقاعات. وطبعاً هنا السلايد لازم ينفحص بسرعة، تفحصه طبعا لإضاءة الميكروسكوب تكون شوية نوعا ما واطية، لأن يعني إذا حرارة عالية راح يجف السلايد عندك. هاي دايركت سلاين. بعض الأحيان نشوف إحنا بالدايركت سلاين فد، يعني شلون نقول، سوينا فد ريتكشن الفد باراسايت، تشك هذا الشكل الدائري، بس هذا إلمن اللي باراسايت، من الممكن أنا أعزز الدايجنوسيس مالتي بالأيودين سمير. من اسمها أيودين، راح نضيف صبغة الأيودين بدل ما نضيف السلاين. نفس البروسيجر، هم ناخذ كمية من الستول ونضيف الأيودين ونسوي ميكسينج وكفر سليب ونفحص. هنا بالأيودين طبعا راح يعطينا تفاصيل أكثر وضوحا بالنسبة للباراسايت، نقدر نشوف النيوكليوس، نقدر نشوف الفاكيولز الموجودة داخل الباراسايت، التجاويف إذا بها RBC ما بها RBC، هذه راح تكون أفضل. احنا كروتين ورك عادة نسوي دايركت سلاين سمير، في بعض الأحيان نتحول إلى الأيودين. نيجي إلى الكونسنتريشن تكنيك. من اسمه كونسنتريشن يعني شنو؟ شباب شابات، نزيد الكثافة مال ال طبعا معناتها تركز. في بعض الأحيان أتذكرت من قبل هسه شوية من قلت لكم يجي البيشنت عند السيمتومز، عند الأعراض، فإحنا نسوي لكن متى يطلع عندنا؟ هذا احتمال شنو؟ احتمال عندنا light infection، الإصابة خفيفة لكن الباراسايت فيريولنس، الباراسايت الفيريولنس يعني شن نسميها الفوعة الإمراضية مالته عالية، يعني يسوي سيمتومز لكن بأعداد قليلة. هالحالة نيجي نركز الباراسايت. عندنا طريقتين، أما sedimentation الرسبة ينزل بشعب التيوب، أو flotation نصعد لفوق. طبعا هاي كل طريقة لها خطواتها لها تفاصيلها، انتم ما مطلوب من عندكم التفاصيل مال الخطوات، ومجرد ان تعرف لي انه sedimentation عندنا طريقتين، اما عن طريق السلاين او الفورمال ايثر نضيف مادتين، الفلوتيشن عندنا السات سلاين زنك سلفيت شيثرز شو شوغر، هاي تراكيز من السكر معينة يبدي الباراسايت تطفونا بيها.
ففقط هذا المطلوب اللي انتم تشوفونه. عندنا الطرق الاخرى اللي من الممكن ان نسويها، مثل ما قلنا عندنا الكالتشر، لكن عاده الكالتشر بالروتين ورك احنا ما نسوي. يعني ست اذا تروح المستشفى مع الكل مستشفى بصف كليتنا نقول لهم يا بسوون كالتشر باراسايت، يقول لك لا ما نسوي، لان قلنا يحتاج وقت، يحتاج ظروف معينه خاصه حتى نقدر ان نسوي الكالتشر. عندنا سيلوفين تيب، هذا ان شاء الله هسه من نوصل بالمختبر الثاني راح اتكلم لكم عليه. بيرمان تكنيك، هذا هو في التكنيك يعني نستخدم الاسترونجولويدز، ما تحتاجون ان تعرفوا ما يعني، بس مجرد ان تعرفون كاسم اكو تيست. وعندنا الاوفر كوانتيتيشن، هذا اذا تتذكرون المختبر السابق قلنا بالهيلمنث انفكشن كميه الايجز الموجوده بالستول تعطيني فد انديكيتر حسب الاصابه، هل هي لايت، هل هي مودريتر، هي هذه انفكشن. مجرد نفس الطريقه انه نركز الستول، نركز كميه الايج وتم فحص. وعندنا جداول ستاندر عالمية من عندها نقدر أن نحدد شنو الإصابة عندنا. واضح لحد الآن الستول إكزامينيشن شباب شابات؟ أنتقل للسامبل الثاني. دكتورة بس هذا فلوتيشن، فلوتيشن هذا ما هو شنو؟ يعني أخلي الباراسايت يطفو، ذاك السدمنتيشن نزلته للباراسايت خليته يصير بالقعر شعب التيوب. طبعا هي الخطوتين تصير بتست تيوب، نضيف مواد معينة بالسدمنتيشن الباراسايت راح يبدي ينزل، لان تركيز الباراسايت راح يكون اعلى يعني السبيسيفيك جرافيتي مالت الباراسايت تكون عالية، فالباراسايت ينزل للاسفل. بالفلوتيشن لا، الباراسايت راح يصعد لفوق. طبعا كل بروسيجر متخصص بباراسايت معين، يعني مو هو نفس الباراسايت اقدر اسوي له سيدمنتيشن واقدر اسوي له فلوتيشن، لا يعني سيدمنتيشن خاص ببعض من الباراسايت والفلوتيشن خاص بالبعض الاخر. هذا يعني مو يعني انه المفروض انتم تعرفوه، المفروض انه تعرف انه عندك ثلاث طرق اللي هي دايركت سلاين، ايودين، كونسنتريشن. كونسنتريشن عندنا طريقتين سيدمنتيشن وفلوتيشن، يعتمدون على السبيسيفيك جرافيتي مالت الباراسايت، هل هو حيترسب ام هل هو راح يطفو. من يطفو طبعا من الطبقه الفوق نسحبه ونسوي سمير ونفحص الباراسايت. بالسيدمنتيشن نذب السائل اللي صار لفوق، سكبوا وناخذ الموجود بالراس بالشعب ومن عنده نسوي السمير ونفحصه. واضح؟ اي دكتور واضح. انتقل هسه الى العينه. دكتورة؟ نعم دكتوره زين، انت قلت اذا واحد عنده دياريه وبقت عنده يعني ورا الانتي دياريه لازم اقول له وقف الانتي دياريه تحاول العلاج مالته زين من هذا؟ مو توقف، هذا راح يبقى 10 ايام دياريه، ما راح توقف للانتي دايريال. هو راح يجي يقول لك دكتور انا ما بقى انتي بايوتك ما ماخذه. لا تعرف اكيد انتم اذا تقعدون بعيادات ويا اطباء او شايفين بقع حياتنا، ياخذ اشكال الوان ادويه وبعدين برا ما يشوف انه هو ما استجاب للعلاج يقول خلي اروح للطبيب. لا تعرف، فاحنا نحاول انه هذا البيشنت يا انه حاول اقطع العلاج اللي انت ماخذه. اذا انتي بايوتيك في يومين الى ثلاث ايام وقف الانتي بايوتيك وتعال حتى اسوي لك الستول سامبل. طبعا الدياريه، طبعا اذا سيدير دياريه طبعا انت ما راح تبقي ثلاث ايام بدون علاج او فد شيء، بس نحكي الى الدياريه اللي من ممكن ان البيشنت يتحملها. تعرف؟ نعم دكتور. زين، فتحاول انه يا اما انه هو ما ياخذ العلاج تسوي هي، وهم ولو في اغلب الاحيان يجوك للمختبر هو ما اخذ علاج، فتحاول تقول له يا بفت بعد ثلاث اربع ايام اقطع الدواء وتعالي حتى يلحق الباراسايت. اذا عنده يعني جروث يقدر يسوي لنا اوفر جروث، ومن الممكن ان يشوف الباراسايت مع الحاله. واضح؟ تمام، شكرا دكتوره. اوكي يعني نيجي هسه الى السامبل الثاني. اليوم كانت محاضرتكم على الشستوسوما هيماتوبيوم، صح؟ كانت على الشستوسوما هيماتوبيوم اللي تكون موجوده
تنزل بالكدني وتروح ايش تسوي لنا هيماتوريا، تسوي لنا اليورين يكون لونه احمر. ايضا راح يجيني الستول سامبل، ايضا ابدي بالماكروسكوبك. الماكروسكوبك اهم شيء يهمني لون الستول اللي جاينا، العفو لون اليورين، هل هو نورمال كلر، هل هو وايت، هل هو سموكي. الوايت اذا تتذكرون الاسبوع الماضي ان البيشنت اللي عندهم فيلاريا نتيجه ان الوعاء الليمفاوي ينسد بالباراسايت، فاللنف وين يروح؟ يروح للكليه، الكليه تفرز ويا اليورين فيصير اللون مالت اليورين ابيض، فنسميها كاليوريا. هذه معناتها انديكيتر انه عندنا فيلاريال ديزيز. اذا كان لون اليورين سموكي يعني لونه احمر، شو نسميه، مدخن، احمر غام طافي، يعني مو الاحمر البرايت، فمعناته انه اكو بلاد باليورين، ومعناته سسبكتد شيستوسوما هيماتوبيوم. طبعا شيستوسوما هيماتوبيوم كلش واضحه، الايج مالته اللاترال سباين كلش واضحه، ومن ممكن ان يساعدنا حتى حجمه كبير. هذا في حالة الماكروسكوبي قلنا نشوف الكلار مات اليورين. بعد ما شفنا الكلار مات اليورين نتحول إلى الماكروسكوبي. أما عدنا نسوي السيدمنتيشن الرسب أو الكونسنتريشن تركيز، نركز العينة مات الستول ونحاول أنه نحصل منها الباراسايت، أو عدنا ما نسميها بالممبرين فلتريت فلترد. هذه شو بتنسويها؟ هذه قبل فترة كانت تجينا من كانت أكو شيستوسوما بالعراق، تجينا سرنجات كبيرة، سرنجة حجمها كبير، بنهايتها أكو فلتر، ندخل اليورين سامبل بالسرنجة ونضغطه بحيث يطلع من الجهة الثانية. اللي رح يصير شنو؟ إنه الإكس الموجودة عندي مالت الشيستوسوما رح تترسب على هذا الفلتر. بعدها افتح السرنجة، اخذ هذا الفلتر وافحصه تحت الميكروسكوب، راح يساعدني على ان اشوف الايجز مالت الشيستوسوما هيماتوبيوم. هذه بالنسبه لليورين، واضحه شباب؟ طبعا تعرفون طريقه انه اخذ اليورين، انه البيشنت يكون بالايرلي مورنينج ياخذها، طبعا نحاول ياخذ الميد ستريم الوسط مالتي اليورين ياخذها. طبعا نفس الستول ايضا لازم الكونتينر نظيف ومعقم، ما بي اي سائل او مي او كحول، هذه هاي احنا ثابتين عليها. الكونتينرات لازم دائما دراي كلين، تنغلق سيفتي، يعني من يجيب لك العينه او يجي. وايضا ما نتاخر بفحص السامبل. طبعاً بحالة اليورين أيضاً مو فقط ندور وجود الباراسايت، ندور هل أكو RBC، هل أكو YBC، هذه كلها أيضاً رح تساعدنا إنه بالدياجنوستيز للباراسيتك. هذه السامبل الثاني. السامبل الثالث اللي هو السبيوتم، طبعاً رح تستغربون إنه السبيوتم شلون هيكون بباراسايت، لا، إنه باراسايت من الممكن أن تتواجد. لو ننظر إلى أسفل الرسم، إلى أسفل الشارت اللي واضحي وين أكو هذا السهم الأحمر اللي يجي من قلب، تشوفوا كلمة باراسايت سبيوتام. شباب يا دكتور نسمع زين، شنو الباراسايت اللي أنا أتوقع أن أشوفها بالسبيوتام؟ أكو باراسايت ليفينج إن لانج، باراسايت هي موجودة، يعني الأدلت أجي ألقيها موجودة باللانج. كمثال عليها نسميها الباراغونيماس وسترماني، هاي تاخذوها ان شاء الله فيما بعد. من الممكن ان نشوف الباراسايت، نشوف الايج مالتها تكون كلش واضحه. تتذكرون قبل محاضرتين ثلاثه كنا نقول لكم اكو باراسايت عندها مايجريشن، جزء من اللايف سايكل مالتها، تطلع من الدايجستيف سيستم وين تروح لنا الى اللانج. فمن الممكن في هاي الحالة أيضاً أن نسوي لها دياغنوسز كمثال عليها، مثلاً عندنا الإسكارس، عندنا الهوكوام، زين؟ وأكو باراسايت اللاربال ستيج مالتها راح تكون بالرئة، كمثال عليها الأكياس المائية، الهايدادس سيست، كلكم سامعين به الأكياس المائية. من الممكن أن الباراسايت الدورة اليرقي مالتها يكون بالرئة، عندك الأميبة نوع من الـ
البروتوزويس تطلع خارج الدايجستيف سيستم توصل لنا الى اللانج يصير لها رابتشر ومن الممكن ان نشوفها بالسبيوتام. اذا عرفنا ان مصدر الباراسايت الموجود بالسبيوتام اما هو الباراسايت بذاته كامل او اثناء المايجريشن او اللارفال ستيج مالته راح تكون موجوده بالسبيوتام. ايضا عندنا الماكروسكوبيك نشوف الابيرنس مالت الباراسا مالت السبيوتام، هل هو بلادي، هل هو ريستي براون الشكل مالته، هل هو يعني احمر، هل هو ريستي براون. نروح الى الماكروسكوبيك. طبعا بالماكروسكوبيك بالسبيوتام عاده كميه الباراسايت اللي نحصلها بالسبيوتام تكون قليله، فايش نسوي؟ نسوي طريقه كونسنتريشن، نضيف الـ NaOH. الـ NaOH راح يحلل لنا السبيوتام، كلكم تعرفون السبيوتام يكون ثيك كماتيريال ماده ثقيله، فعاده نضيف له الـ NaOH حتى يسوي له ديزولفينج بالسبيوتام. بعدين نضيف له نورمال سالين، ندخله سنترفيوج الراسب اللي راح يكون باسفل التيوب، نسوي له اسمير ومن الممكن ان يساعدنا بالدايجنوسيس. واضح هذا السبيوتام؟ سهل وما بي شيء، مجرد انه ناخذه NaOH نضيف له نورمال سالين سنترفيوج ونفحص. اما ان ندور الباراسايت كامل الايجز، ندور اللارفال ستيج، او ندور الهايدد السانت مالت الايكاينا. اتحول الى سامبل الاخر اللي هو البايوبسي سبيسيمن. المحاضرة السابقة كانت عندنا قسم من الباراسايت مثل ما قلنا تكون موجودة سبكوتينيوس، موجودة بالجلد. قسم من الباراسايت هو يكون يعني مثل حبة بغداد، كلكم سامعين بحبة بغداد شباب؟ حبة بغداد من هي؟ النشمانيسيز لو غيرها اي مو عندنا شكلين من الليشمانيا، الليشمانيا اللي تروح للبزرال والليشمانيا اللي تكون موجوده بالجلد. احنا اذا نحكي على الليشمانيا التروبيكا اللي تكون موجوده بالسكن، واضح؟ لو نجي الى البايوبسي سبيسمن عندنا السكن سنب اللي هي مثلا ذاك الاسبوع قلنا على انكوسيركا فولفيلوس، قلنا فيلاريا تكون موجوده، بتتذكرون صوره بالراس طلعناها موجودة هيك النتوء بالرأس، هذه قلنا من الممكن أنه يعني نفتحها ومن الممكن أن نحصل الأدلت باراسايت ومن الممكن أن نفحصها. أيضا عندنا المسلز بايوبسي، عندنا بالمسلز بايوبسي عندنا الترايكنيلا سبيراليس، أعتقد أخذتوها اللي سميناها نيرسيل، نوع من الخلايا بجسم الإنسان تتغير نسميها نيرسيل، فهذه من الممكن أن نأخذ مصل بايوبسي ومن الممكن أن أيضا نفحصها. أيضا عندنا باراسايت آخر هنا هو مكاتبة اللي هو الساركوسيستس. ساركوسيستس هذا هو في الديزيز زونوسيز، ينقل من الحيوانات للإنسان، إذا أكلنا لحم مصاب من الممكن أن ينقل الساركوسيستس للإنسان، يكون بالعضلات دائما البيشنت يحس عضلاته حارة، عضلاته توجعة، تعبان، فمن الممكن إذا نسوي تيست تطلع لنا الساركوسيستس ناخذ مسلز بايوبسي ونشوفها. أيضا عندنا الركتال بايوبسي اللي هي ناخذها للشستوسوما، ياهو منهم شستوسوما مانسوناي وشستوسوما جابانيكا، هيماتوبيوم ذيك بالكلية منتهين منها باليورين، لكن شو تسمى منسوناي من الممكن أن نشوفها بالركتال بايوبسي. نيجي إلى الأسبيريت إكزامينيشن. عندنا الأسبيريت إكزامينيشن نبدي من CSF. CSF من الممكن أن نأخذه، هذا رح يساعدنا أيضا بالدياغنوسيس. طبعا هو CSF والبون مارو اسبيريشن مثل ما تعرفون هذه هو فد بروسيجر بفد هازارد عالي، يعني يحتاج ان يكون الطبيب افيشنت ومتمكن اللي يقدر يعني من الممكن ان يسوي لنا هذا البروسيجر. عاده في اغلب الاحيان المرضى مجرد ما تقول له اريد نسحب يشيل ابنه او يشيل المريض مالته او يطلع ما راح تلقفه. فعادة استبدلت يعني CSF والبون مارو اسبيريشن استبدلت بالانتيجين ديتكشن، ولو قلنا هي مو سنسيتيف بالباراسيتيك ديزيز لكنه يعني تساعد بالدياجنوسيس نوعا ما. فالCSF طبعا
عندنا هواية باراسايت من الممكن أن نشوفها موجودة، يمكن من اللي أخذتوها اللي عندكم معرفة بيها هي اللوا لوا والترايكينيلا سبايراليس. عندنا الديودينال أسبريت. الديودينال أسبريت هذه نسويها في بعض الحالات إنه البيشنت يكون عنده سيمتومز مثل ما قلنا لكن الستول سامبل نيجاتيف. أشهر باراسايت الديودينال أسبريت يساعدنا بالدياجنوسيز مالته هو أول واحد الجيارديا لاميا والكريبتوفورميوم. طبعا هاي أسماء أنتوا ستستغربوها بس بمرور الوقت بالمحاضرات القادمه راح تجون تبدون تاخذوها. الديودينال أسبريت أما شلون أسوي؟ أما بالتيوبيشن أدخل التيوب أو ما نسميه بالإنتيروتيست. هذا أسهل للإنتيروتيست، هذا الرسم مالته تشوفوه كبسولة جيلاتينية موجود بها شريط شفاف، خلينا نقول فت شريط مو شريط شفاف لاصق يعني فت شريط خفيف، وبالنهاية أكو خيط. البيشنت يلعب الليل طبعا يتشلب بالسن نثبت بسنة حتى لا يتنبلع الكبسولة. أوفر نايت نسحب ثاني يوم الجيلاتين راح يكون ذاب، وإذا أكو باراسايت راح يكون اللزق بهذا المادة الشفافة الشريط الشفاف نحطه على السلايد ومن الممكن أن نسوي لنا الدايناسيس. قلنا البون مارو أسبريت، البون مارو أسبريت قلنا عندنا نوع ثاني من الليشمانيا اللي هي الليشمانيا دونوفاني أو اللي يسموها كلا أزار أو يسموها الحمى السوداء بلاك فيفر. هذا الديزيز موجود عندنا بالعراق بالأطفال الانفنت اللي هم حدود يعني حد 12-15 سنة موجود عندنا هذا الديزيز، فهذول من الممكن أن نسويهم البون أسبريت. أيضا عندنا الكوتينيوس ألسر اللي قلنا هي الليشمانيا تروبيكا، هذه ناخذ من الحافه مالت الالسر بالسرنجه سرنجه الانسولين الناعمه، ناخذ نسحب من الحافه ونسوي سمير نصبغها جمزستين وبالتالي يساعدنا نسوي الدايجنوستيز للباراسايت. واضح هنا كلامنا؟ نكمل شباب جاوبوني حتى اعرف انقطع الاتصال من قطع. واضح دكتوره واضح. ممتاز. هذه صورة أشوفكم، هذه حبة بغداد مثل ما تشوفوها سننطيكم إياها بالمحاضرة، نسميها بيتزا لاك تشبه البيتزا اللي أنتم تاكلوها تحبوها كليتكم صح لا مصح. هاي الحافة الحمراء وهذا الجبن بداخلها، فهذه هي الكلا تروبيكال. ناخذ طبعا من الحافة وين هاي الحافة المصدرة موجودة رقم 3، هنا ندخل السرنجة بها نورمال سيلاين ندفع شوية ونسحب من الممكن أن نشوف الباراسايت بكلش بكل وضوح. هنا أنا هذا هو الانتيرو تيست، تشوفون هاي الكبسولة الجيلاتينية، هذا الحبل اللي راح يدخل داخل البيشنت ويا المادة الجيلاتينية الباراسايت يطلع لنا هذه الصور اللي فوق. عندنا سامبل الآخر اللي هو البلاد إكزامينيشن، أيضا عندنا قسم من الباراسايت من الممكن أن توصل لنا إلى البلاد. أشهر باراسايت موجود بالبلاد منو عنده فكرة؟ إذا بصف الأول ماخذين تتذكرون؟ لا دكتور ملاريا؟ الملاريا ممتاز. الملاريا راح نسوي لها بلاد فيلم. البلاد فيلم عندنا شكلين ثيك وثن. الثن عادة هذا هو أول شيء إحنا نسويه، ناخذ قطرة من البيشنت. طبعا الملياريا تشبه الفيلياريا، شون عندها بريودستي الملياريا هم عندها بايروكسيزم عندها فد وقت درجة الحرارة تعلى عند البيشنت، وبعدها من الممكن إذا أخذ عينة من الدم راح تكون كمية الباراسايت عائلة وبالتالي أقدر أسوي له دايجنوسيس. نسوي له الثن اللي هي قطرة دم نسحبها بحافة السلايد الثاني الجف نصبغها بالجمزستين من الممكن أنشوف. في بعض الحالات نفحص الثن نسمير ما تطلع لنا نتيجة نتحول إلى الثيك، تحكي على جهة اليسار شباب. بهالحالة هي مجرد القطرة مالت الدم ننزلها على السلايد شوية نحركه نتركه نضيف له نورمال سلاين عفوا نضيف له نضيف له ديستل ووتر. المي بما انه هو مي عادي ايش راح يسوي للار بي سي؟ يسوي له لايسز تتحلل الار بي سي، نصبغ السلايد فبمجرد راح تبقى لنا فقط الاشكال مالت الباراسايت
هذه راح تساعدني بالدياجنوسيس. عندنا ايضا ما نسميه بالبافي كوت فيلم. البافي كوت اذا بالمناعه نعطيكم اللنفبرب، هاي الماده اللي تفصل الدم الى طبقات، ماخذيها لو لا؟ شنو نسويها بالسنترفيوج قبل؟ بالسنترفيوج هي ممتاز، لازم يدخل سنترفيوج البلاد وضيف له اللنفبرب وتدخله بالسنترفيوج، راح يطلع لك البلاد السامبل مفصول للار بي سي اللي جوا، الوايت بي سي بالوسط، وبعدين فوقها البلازما حسب ما انت الباراسايت وين تتوقع موجود بالوايت بالار بي سي، داخل من الار بي سي تتوقع بالوايت بي سي، وهكذا. ايضا نترك العينه جيف ونسويها نصبغها بالجمزستين. هذه الطريقه تفيدني في حاله التريبانوسوما، في حاله الليشمانيا دونوفاني. الليشمانيا دونوفاني نشوفها بالوايت بي سي، الوايت بي سي لاير. ايضا عندنا ما نسميه بالكونتاتيف بافي كوت، هذا راح يحتاج الى صبغه فلورسنت مشقه، تحكي على هذا الرسم اللي بلون الاخضر كيو بي سي. طبعا هذا بما انه يحتاج له هو فد ماده مشعه اللي هي الاكريدين، راح نحتاج فلورسنت مايكروسكوب، فهذا عاده ما يستخدم بالروتين وورك، مثل ما تعرفون فلورسنت مايكروسكوب يحتاج له يعني تجهيزات معينه، استخدامنا لصبغه مشعه ايضا يحتاج فد هذه، لكن هو مور سنسيتيف مور سبيسيفيك بالدياجنوستس للملاريا، يعني بعدد جدا قليل بحدود خلينا نقول باراسايت واحد بالمايكرو اللي ترى من الدم من ممكن أن يسوي له دايغنوسيز، لكن كروتين وورك بليميتيشن بالاستعمال. عندنا النوكس كونستريشن تكنيك، هذا ما لكم علاقة به، وأحد طرق التراكيز نستخدمها حتى للسترونجولويدز، فبس مجرد تعرفون أنه أكو طريقة تركيز أيضا بالبلاد. هذه الثن وهذه الثكتمير، تتلاحظون الفرق بيناتهم؟ نجي نبدأ بالمختبر الثاني، ذاك كليته كان هو مجرد introduction للparasitic infection. واضح؟ أبدأ بالمختبر الثاني شباب؟ شباب هل انقطع الاتصال؟ لا دكتورة كامل ماني اي ماني اسكلكم عيني لأنا نعم دكتورة، خلينا نكمل المختبر هذا على باكر. والله يعني مباشر هم عندك مختبرين. ليش شنو تعبتوا؟ دكتور ثالث محاضرة اليوم، أخذنا سيري ونظري وهاي العمل. والوقت شوي بثنتين. مباشر هم نفس الشيء، عندك هم محاضرتين نظري وراح يجيك العملي. تريدون غير يوم؟ عندكم غير مجال غير يوم؟ تقريبا كل الأيام هيك يعني مو أغلبها. أي يعني مو أعتقد بعد هو هذا الجدول هالشكل، شوية تأخرنا بالعملية، إحنا لو باجينا من البداية يمكن كان يكون أخف يعني. أي بس هسه أول كم يعني أسبوع أسبوع الجاي، بس بعدين راح يكون أخف لأنه نبقي على مختبر واحد مختبر واحد. زين؟ هسه أمشي لكم سريع لأن أنتم أكثريتها تعرفوها، نعطيكم إياها بالمحاضرات، فما راح نحتاج إنه نطول بيها. أوكي؟ باكر بالدعش ونص إن شاء الله العملي مالتكم الثاني. راح نبدي إحنا لحد بدينا بالنيماتود، راح نبدي بالإنتروبيوس فيرميكولاريس. شنو الكومن نيم؟ بينور سيت وورم، هذا الاسم. هذه صورة الباراسايت، تجيك الأم إذا أنت قاعد بعيادة أو قاعد بصيدلية أو بمختبر، شو تقول لك ابني إيش عنده بالعامية إيش نسميه؟ ما حد سامع بالعامية شو اسمه؟ أكيد عندكم أطفال. دكتورة. أي نعم. دكتورة تقول يعني هي تجي للطبيبة تقول لأن الطفل عنده دود. نعم، هذا بالعامية يسموه دود، أو أكو قسم العفو يصرحوا له سلابيح. زين، فتجي الأمية تقول لك أني شفت مقعد ابني الصبح من قاعدة أنظفه أنه شفت دود. طبعا متوقع لانه حجم الدود كبير تشوفوها. طبعا هاي اللي تشوفها الام هي تشوف الفيميل، الميل حجمه جدا صغير، مجرد ما يسوي الفيرتيلايزيشن الفيميل يموت ويصير له لايسز، فهي الام تشوف هاي اللي تشوفوها، هذه هي الفيميل. ليه سميناها بينوام؟
جيدان دبوسيه. البوستيريور اند للفيميال تكون تبرد، تكون جدا مدببه، النهايه مالت الفيميال كلش حاده، البوستيريور اند مالتها كلش حاده مدببه شلون الدمبوس. فبالتالي مثل ما تعرفون بالمحاضره انه الفيميال تسوي مايجريشن، تبدا تطلع خارج الجسم حتى تتحرك، هذا الدبوس يساعدها، يعني شلون نقول تثبت روحها به. فهذا يسوي إتشينج عند الطفل بحيث أن الطفل ما يقدر ينام دائما، يحك بمقعده. فهذا فد مرض وشائع خاصة اللحظة عند الأطفال، المناطق الكراودد، السجون، الإصلاحيات، البيوت اللي عوائل هواية في بيت واحد، يشوف هذا المرض يكون منتشر. اللايف سايكل نسميها سيمبل دايركت لايف سايكل. أحب أركز لكم أنه دائما إحنا اللايف سايكل نبدي من حرف الآي انفكتيف ستيج وننتهي بالدي اللي هي الدياجنوستيك ستيج. الاي اللي هي الستيج اللي اني راح اخذها، شنو راح ياخذ الهيومن؟ راح ناخذ الامبريونيتد ايج، ايج بيها امبريو، اذا ما بيها امبريو ما تسوي لي اصابه. ناخذها نبلعها، تعبر الدايجستيف سيستم، توصل لنا للكولون اريا، يصير طبعا يصير الهاتشينج، توصل لنا للكولون اريا، يصير تصير ميل الى فيميل، الميل والفيميل كابيوليشن، راح تطلع لنا الايج بالفيسز اللي هي الدياجنوستيك ستيج. اذا شنو الاي انفكتيف ستيج والدي هو الدياجنوستيك ستيج. لو نجي الى المورفولوجي، تعالوا لي على الجهه اليسرى للاسفل. الميل عاده يكون هو قصير، نسميه انفيرتد كويستشن مارك، علامه استفهام مقلوبه. هذه في الصفة خاصة تساعد لي إنه أميز الميل. inverted question mark. The posterior end مالته تكون curved، منحنية وداخلة إلى الداخل، فيشبه علامة الاستفهام. بينما الفيميل تكون straight وتكون pointed end. هذه صورة أوضح لكم فوق الفيميل، تشوفون نهايتها اللي صار على جهة اليمين شلون مدببة. والميل تشوفوا شلون قصير ونهايته تكون كيرد. هذا هو مجرد بالأسفل هو شرح للميل والفيميل. أهم شيء يساعدنا بالدياجنوسيس مالتل انتروبيوس فيرميكولاريس، إذا تضعون الصورة اللي فوق جهة اليمين، عندنا الاثنين التراكيب الشفافة، هذه نسميها سيفاليك آلي. هذه الآلي ممتدة على طول جسم الباراسايت، يعني شلون الحافة ممتدة من الانتيريور اند الى البوستيريور اند، لكن بمنطقة السيفاليك منطقة الراس راح تكون جدا واضحة. هذه ساعدنا بالدياجنوسيس. ننزل شوية داخل الباراسايت، اذا تنزلون هذا الخط الطويل ننزل الى الاسفل. اذا اسوي بالبوينتر اكو تأشير تلاحظون لو ماكو؟ لحظة هي دكتور اللحظة اكو، يعني شوفوا المؤشر زين لعد يقولوا لي. هذا إذا أنت وقفت أني هسه عليه، هذا يسموه إزوفيجال بالب، الانتفاخ البلعومي. هذا أيضا يساعدنا بالدياجنوسيس. تشوفون كمية البيض اللي وين واصلة؟ طبعا إحنا تنشوفها فيميل. تشوفون كمية البيض اللي وين واصلة؟ مالية تقريبا 3/4 جسمها الفيميل. الإيج مالت الباراسايت يسموها دي شيب، تشبه حرف الدي، جهة عدلة وجهة منحنية. طبعاً هاي صحنا اللي تنشوفها، هذه بيها لارفا، لارفيتد ايج، لأن هي بسرعة يصير لها ماتشورينج، فبالتالي عندنا بالانتروبيس فيرميكولاريس عندنا الأوتو انفكشن، فالشيء جداً شائع، لهذا التريتمنت تاخذ لنا فترة طويلة. هذا الصورة البنفسجي، هذه على الجانب، هذا هو الآلي، هذا هو النترو اللي موجود على الجبتين. طبعا هو الباراسايت ما يدخل لنا الى داخل التشو، دائما هو بخارج يعني بالتجويف مال الانتستين. ان كيس غير كيسز من الممكن ان يسوي لنا ابندسايتس، يدخل لنا الى الابندكس. وفي حاله الفيميل من الممكن انه هي الفيميل مالت الباراسايت بالفيميل تدخل توصل لنا الى اليوترس ويسوي لنا ايضا كومبليكيشنز. هذه اللي هي الام تشوفها، هذه هي الهيفي انفكشن مالت الانتروبيوس فيرميكولاريس، هذه كلها احنا اللي تنشوفها، هذول هم الفيميل مبينين، تشوفون حجمهم شلون كبير.
هاي الانتيرير اند وهذه هي البوستيرير اند. هذه زين قلنا الدايجنوسيس اذا تتذكرون عرفنا من المختبر الاول قلنا السيلوفين تيب. سيلوفين تيب من اسمه ناخذ الشريط الشفاف، ناخذ الحافه الاستيكي تكون باتجاهنا، الحافه اللي بيها لاصقه، هاي الحافه اللاصقه نيجي نحطها على مقعد الطفل ونسوي مثل الطبعات عليه، ونرجع نحطها على السلايد الجهه اللاصقه على السلايد، نضغط عليها ومن الممكن ان يسوينا ديتكشن للايج، والفيميل قلنا تنشاب بالعين المجرده. واضح الكلام؟ هذا هو اللي نسميه سيلوفين تيب او يسموه سكوتش تيب بريبريشن. سابقا العفو مو قلنا احنا نخليه على تانك ديبريسور همين لو اي هو ثاني اشرح لكم تنزل على هاي. سابقا كانوا يسووه بالهذه التانك ديبريسور، لكن شنو المشكله اللي بيها؟ انه يثبتون الشريط الشفاف من البدايه على السلايد، شويه حافه السلايد تكون في بعض الاحيان تؤدي الطفل، فاستبدل بينه طريقة أما سيلوفين مباشرة. وأكو طريقة يسمى الـ HIT اللي هي WOH تعتمدها، هذه فد عودة بلاستيك رقيقة حوافها مستديرة، أيضا مثبتين عليها الشريط الشفاف، وإن ممكن أن نسوي المسحة حتى المنطقة لا تتأذى، لأن هاي طريقة مالت الودونستيك قلنا السلايد شوية تكون حافة قوية فمن الممكن أن يجرح المنطقة. خلصنا الباراسايت الأول، عندنا به إشكال شباب؟ واضح دكتور. نتحول إلى الباراسايت الثاني اللي هو الترايكوشن. نعم دكتور، بس قلت هيك بالباراسايت الأول قلت ياكو فد خط هيك من البداية للنهاية، بس شو اسمه هذا الخط؟ آلي أي أل إي أي إي أي أل أي إي، هذا اللي هو احنا هذا حكينا عليه قلنا يبدي من بداية الجسم إلى النهاية، لكن في منطقة الرأس بالسيفاليك أريا يكون كلش واضح مثل الأجنحة، فبالتالي يساعدنا بالدياجنوسيز للباراسايت. نجي للترايكرا سترايكرا أو نسميها الويب وورم، الديدان الصوتية. أرى بس سؤال. نعم. هو احنا بالدياجنوسيز غير نعتمد على البري أينال سواب لأنه حتى طلع لنا الإيجز أكثر من الستول إكزامينيشن بال شو اسمها بالتروبيا صغير إيه طبعا بالسيلوفين تيب إيه من الممكن هذه بالستول سامبل من الممكن يعني إذا الستول تشوفين بس الفيميال الإيج مرات قليلة بس هو ما رح يطيش ضيش النتيجة الواضحة، وفي أغلب الأحيان يعني أنت كطبيبة رح تعتمدين على السمتمز اللي تجي هي الأم تطيش إياها، يعني نادراً يعني إحنا كمختبر نادر ما يجون أنه نسوي دياغنوسيز للإنتروبيز فرميكولارس، تانية من تجي الأم تقولك أنا شفت الدود بمقعد ابني وتيحوك ومتى ينام بالليل، تعرفون هاي الأعراض اللي تقول لكم إياها، فأنت رأساً تعرفين أنه عنده إنتروبيز فرميكولارس. طبعاً عادة الإنتروبيز فرميكولارس إنفكشن مو تكون بس بالطفل، إذا أكو عنده أخوان عنده خوات من ممكن الأم والأب من ممكن كل العائلة تنصاف، فعادة التريتمنت ننطيها للكل، كل العائلة تأخذ التريتمنت. نجي بالنسبة للترايكورا سترايكورا ديدان الصوتية، أيضا مثل ما قلنا نبدي بالآي اللي هي الامبريونيتد إيج، وننتهي بالدياجنوستيك الستيج اللي هي آن امبريونيتد إيج. تتلاحظون شباب؟ يعني إذا أجيب لك بالامتحان أقول لك what is the infective stage بالترايكوسترايكورا، مو تقولي الإيج تقولي embryonated egg، لأن يعني إذا تقولي الإيج أنطيك نص جواب من هسه نص درجة. فليش هم أريد أنبهكم على الامتحان شلون تكون الإجابة بالعملي إن شاء الله جزء على باكر إذا اليوم تعبتون. طبعا هذا نعم هو بالإيج ماكو يعني انفكتيف بالان امبريونيت، فكل نكتب امبريونيت غير اذا قلت لك الانفكتيف ستيج تقول لي امبريونيتد ايج، اذا قلت لك الدياجنوستيك ستيج تقول لي ان امبريونيتد ايج. ماشي دكتور. طبعا تنتبهون بالباراسايت اكو عندنا كلمات تتغير بالاجابه مالتك ترى، يعني مثلا ولو صح نطلع عن المحاضره
مثلا طلاب مثلا نسألهم المود اوف انفكشن، طريقة الإصابة، يقول لي الواتر. زين شنو الواتر؟ يعني إذا أوقف يم المي، المي راح يعجيني؟ لازم يقول لي drinking contaminated water، لازم يقول لي يشرب مي ملوث، يعني جزء أشرب مي معقم يصير بيه؟ ما يصير. فتنتبهون أكو تفاصيل بالإجابة تغير هواية بإجابتكم. يعني هسه أنت من تقول لي eggs، أنا ما أقول لك غلط، أعطيك نص، نص درجة. إنما إذا تقول لي embryonated egg، لا، تاخذ درجة كاملة، يعني أنت فاهم شنو اللي تيصير. زين؟ ما نطول عليكم عيني شبابنا. ايضا قلنا هي الامبريونيتد ايج راح يصير لها هاتشينج، راح تتحول لنا الى لارفا، اللارفا راح تروح لنا بالانتستين تتحول لنا ميل وفيميل تعطينا ايج، ايضا سمبل دايركت لايف سايكل، ما احتاجينا الانترميديت هوست ولا احتاجينا اي شيء. فرق عن الانتروبيوس انه الايج تحتاج فتره تكون موجوده بالانفايرمنت بحدود 10 ايام، تكون تحتاج تكون، بينما الانتروبيوس راسا مباشره، وهي ما تحطها الفيميل يصير لها امبريونيشن وتسوي لنا اوتو انفكشن. انا اوتو انفكشن ما عندنا. نيجي قلنا احنا نسميها مثل ما قلنا الديدان الصوتيه، بما انه نيماتوت في الفيميل هي اكبر من الميل، هذا الجزء هذا هو الانتيرير وهذا البوستيرير اند. بما انه نيماتوت في الفيميل دائما يكون كيرت، هذه صوره للميل مال الانتروبيوس مال الترايكورا سترايكورا، تشوفون هذا الهيد إنه عبارة عن مجموعة من الخلايا سميناها شستوسوم إذا تذكروها، مجموعة من الخلايا تمتد نوصل إلى نهاية الباراسايت اللي تكون كيرت النهاية مالته، بيها طبعا زوائد في أغلب الأحيان حتى تساعد على الكابيوليشن. هذا الجزء الرفيع من الباراسايت قلنا شنو فائدته؟ الباراسايت نسميه يخيط نفسه سوينج سيل. كلكم شايفين خياط الزجزاج من الخيطون، اكيد شايفين الزجزاج الخياط مالته طاب طالع. الباراسايت بهاي الطريقه يخيط نفسه بالبطانه مالت الامعاء اللي هي تكون عن هذا الطريق الجزء الرفيع. الجزء الخلفي اللي هو البي جوناد الاعضاء التناسليه يكون فري، وهو عن طريقه راح يصير الفيرتيلايزيشن، ومن عنده راح يطلع لنا الايج. الايج مالت الترايكورا سترايكورا جدا مميزه جدا حلوه، ساعدكم بالدايجنوسيس. نسميها بارل شيب تشبه لنا البرميل، بارل شيب او ليمون شيب تشبه الليمونه، تكون بالطرف عندنا ميوكس بلاج، سداتين مخاطيات موجوده بيها، راح يكون عندنا فد هايلين فد غلاف مثل الشفاف، هايلين هذا موجود، وعندنا ثيك غلاف خارجي راح يكون موجود بيها الشل، غلاف الخارجي يكون ثيك. فهي فد شيء كلش يساعدنا بالدايجنوسيس مالت الباراسايت، فد شيء مميز. يعني بنشوف الايج بالستول مستحيل ان يصير عندك مس دايجنوسيس، كلش واضحه الايج مالت الترايكورا سترايكورا. هذه صوره بالتشو، هسه اني هاي الاسهم السود اللي تشوفوها هذا هو الباراسايت، وقلنا لكم يخيط روحه بالنسيج. هاي الباراسايت هو نفس الباراسايت بالمناسبه، هذا الجزء الامامي وهذا الجزء الخلفي مالته هو فري بالانتستين، تشوفون انه يثبت روحه، ومنه يكون الجزء الخلفي يكون هو فري. هذا ايضا سكشنز اخر، طبعا هاي اكثر من باراسايت راح يكون موجود عندنا، هذا تشوفوا يريد يدخل بالتشو تقريبا، هذه ايضا فشي يساعدنا بالدياجنوسيس للباراسايت. الدياجنوسيس مالت الباراسايت انه نسوي ستول اكزامينيشن، نشوف الايج موجوده بالستول كلش واضحه مثل ما قلنا، وعاده تكون كميتها كبيره بحيث ما نحتاج لا سيدمنتيشن ولا كونسنتريشن، مجرد تسوي السمير من ممكن ان تشوف الباراسايت. قلنا نتيجه الهيفي انفكشن من ممكن ان البيشنت يصير عنده ركتر برولابس، هذه صوره جدا واضحه، تشوفون الباراسايت شلون واضح شلون طالع، لان كميه الباراسايت هوايه، فمن ممكن ان يصير البيشنت عنده هذه السمت الاعراض. الباراسايت الآخر اللي هو السكار سلمبري كولد اللي هو سميناها جاينتس، أكبر نيماتود موجودة، قلنا طولها يوصل بحدود 30 سنتيمتر. أيضا نبدي باللايف سايكل، اللايف سايكل اللي هي اللارفيتد انفكتيف ستيج لارفيتد ايج بها لاربا، والدياجنوستيك ستيج راح تكون اللي هي فيرتيلايزد ايج.
لكن فيرتيلايز لكن هي مو امبريو. امبريونيشن يحتاج لنا فتره بالانفايرمنت يلا يتحول لنا الى امبريونيتد. هنا الباراسايت يختلف عن باقي الباراسايت الاثنين اللي اخذناهم، ان الباراسايت عند المايجريشن فيس، عدفت فيس يبدي يخرج من الامعاء يوصل لنا الى اللانج، ومن اللانج يرجع لنا مره ثانيه يكمل لنا اللايف سايكل. لو جينا الى الميل والفيميل، هذه هي الصوره مالتهم واضحه، هم لونهم طبعا يكون كريمي الى بينك، وايضا الفيميل هي اكبر من الميل. هذا السهم يقولكم ان اكو في منطقه اللي هي الفالفيولار ويست اللي هو القصر مالت المنطقة التناسلية عند الفيميل، هذا يعني احنا ما يهمنا بذاك القدر. الميل راح يكون البوستيرير اند مالته ايضا كيرد. اكو صورة مالت الموث ان يكون بي 3 ليبس، انا ما حطيت لكم اياها، هي موجودة عندكم بالنظري يعني حاولوا تطلعون عليها. هذه الميل وهاي الفيميل، قلنا طبعا الباراسايت يكون باعداد جدا كبيره حجمه كبير، فبالتالي الكومبليكيشن مالته هو الانتستينال اوبستراكشنز، تكون دائما سيفير، تحتاج سيرجيكال ريموفال ان يفتحون الامعاء ويطلعون هذه كميه الباراسايت. اذا جينا الى الايج مالت الباراسايت، طبعا هي هذه الفروقات موجوده عندكم بالمحاضره. عندنا شكلين من الايج، فيرتيلايز اللي جايتني من تزاوج ذكر مع أنثى، ميل وفيميل. وعندنا الأنفيرتيلايز اللي هي الفيميل تعطينا إيج بدون تخصيب. طبعا هاي ما سوينا إنفكشن، نحط ببالنا إنه هذه ما تحط سوينا أي إنفكشن. في بعض الأحيان الإنسان ينصاب فقط بالفيميل ماكو ميل، أو بالعكس ينصاب فقط بالميل، وبهالحالة عندنا مثل كلينيكال بيكتشر، ما عندنا دياغنوسيس للباراسايت. فإذا قلنا عندنا فيرتيلايز وعندنا انفيرتيلايز، الفروقات بيناتهم. دكتورة نعم دكتورة، دياجنوستيك ستيج اثنينات نذكر هن الفيرتيلايز والانفيرتيلايز هيك حسب انا اللي جابت لك اياها الصوره اللي ححط لك اياها بالامتحان، انت حتجاوبني. وذا بالنظري؟ بالنظري عاده ما نجيب لك هيك اسئله، يعني ما نقول لك what is the infective stage، لا ما نقول لك اياها. ما شكرا دكتور. اوكي دكتورة. نعم دكتورة زين، هي اذا الانفيرتيلايزد ايج هي اصلا ما سوي انفكشن، شلون راح تبين بالدياجنوستيك تيست؟ بتطلع بالستول ما هي الفيميل راح تحط بيض، راح تطيج بيض، لكن بيض ما مخصب، ماكو ميل خصبها، بس هي الإيجز راح تطلع لك بالستول، سوين ستول سامبل، ستول سمير، راح تقدرين تشوفين تطلع لك هاي الإيج كلش واضحة. هذه قلنا الفيرتيلايز، هاي بيها لاربا، هاي يعني انفكتيف ستيج. وعندنا الانفيرتيلايز الغير مخصبة، الفروقات تتلاحظوها بالمورفولوجي، هذه يكون شكلها طبعا بنوع من الابتكال نسميه في الشكل طولاني، بيها ماس ما واضحة، الماس ما مميزة. شوفوا هاي الفيرتيلايز، هذه بيضة مخصبة، أكو عندنا فراغ ما بين الغلاف وما بين الباراسايت، هذه الماس مالتي الباراسايت الإمبريو، يعني هو هنا عندنا إمبريو واضح، راح يكون عندنا فراغ فيما بيناتهم، بينما هنا ماكو. هنا شكل الباراسايت، هذه إمبريو، هاي فيرتيلايزد، شوفوا عيني هذول ثلاثة هم اللي تشوفوهم، واحد اثنين ثلاثة، هذول فيرتيلايزد مخصبات. هذه أول ستيج، هاي أول ستيج اللي من الممكن أن نشوفها بالستول، فيرتيلايزد إيج بها ماميليتد لاير، بها غلاف من الماميلين، مادة ألبومية موجودة بها. في بعض الأحيان هذه الإيج تفقد هذا الغلاف، نسميها ديكورتيكيتد، هاي راح تدخلون بها بتفاصيل يعني بالمحاضرة إذا تقضوها موجودة التفاصيل. بعد هاي المرحلة راح تجينا هاي المرحلة، أوكي إمبريو راح يبدينا من 2 stage 4 8 مريولا بلاستولا، ما أتذكر هاي الستيجات كنا ناخذها، راح يبدي الباراسايت يتغير بالحجم مالته إلى أن يوصل لنا إلى مرحلة اللارفا، تاخذ الإيج بيها لارفا تبدي يصير عندك الانفكشن.
هذه إذا أخذتها ما راح يصير عندك infection، لأن هي عبارة عن ماس ما مشخصة، يعني أنا organized، فبالتالي ما يصير عندنا infection. واضح أنواع الإيج الموجودة عندنا؟ fertilized unfertilized، هذول على جهة اليسرى، fertilized corticated fertilized decorticated، بس هاي عندنا هالأشكال. قلنا اللابوراتوري دايجنوستس تشوفون هاي لارفيتد ايج شلون واضحه اللارفا، كلش واضحه. هاي اذا اخذها الانسان دايركتلي راح يصير عنده الانفكشن. قلنا الباراسايت في بعض الباراسايت من جزء من اللايف سايكل مالته انه يوصل لنا الى اللانج، توصل لنا اللارفي اللي هي ال3 توصل الى اللانج وتبدي لنا ما نسميه باللوفلر سيندروم. قلنا اللوفلر سيندروم تكون جدا واضحه بجماعه الاسكارس لامبريكويد في بعض الاحيان، البيشنت اذا يقح من الممكن ان نشوف اللارفي او جزء من اللارفي بالسبيوتم سامبل، ذكرنا السامبلز مال السبيوتم، من الممكن ان نشوف اللارفي تكون جدا واضحه عندنا بالنسيج مال اللانج. العفو، هذا بالنسبه لمختبرنا اليوم. واضح شباب؟ عندنا سؤال؟